الهاشمي من السعودية عن طريق الواتساب يقول: رسالتي للرئيس تبون، لتنجح القمة في الجزائر يجب عليك أن تبدأ بنفسك بالتصالح مع المغرب، لتكون قدوة للقادة العرب في المصالحة، ولتطالب إيران بالخروج من الدول العربية التي تحتلها. أنا معك، المصالحة بين الجزائر والمغرب إن تمت، وآمل ذلك فعلا، والمصالحة بين المغرب وتونس ستشكل نقلة في المغرب العربي وفي المنطقة العربية بكاملها. وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد الطبال بالغيطه ديالو كيغيط وكيطبل في نفس الوقت، وما كذبش نهار سميتك الحرباء، طالح الزرق خارج كيطبل النظام الكبرانات. القمه العربيه مازال لها شهر وهو خارج من دابا وكيطبل ليها، وانا عندي ثقه كبيره في النظام الجزائري، وغادي يفعلوه وغادي يتركوه وغادي يديروا اش غايديروا. الطبال ابو حناك اش غايديروا بدون الصلح مع المغرب؟ ما عمرهم يديروا شي حاجه. ورسالتي للشعب الفلسطيني: ليكم الله، ليكم الله يا الشعب الفلسطيني، لان القضيه ديالكم ولات قضيه للتجار فقط. شي واحد يقدم لكم شي مساعده راه ما يمكنش، والدليل الدولة اللي كيتغناو بها بأنها والمواقف، أعطيني شيء واحد قدمته لكم بمقابل داكشي اللي قدمته للبوليزاريو من أسلحة، من دعم مالي، من دعم معنوي، في المقابل أنهم عطاوكم شعار وبداو كيشاجروا بالقضية ديالكم. التفرشي يا الحولي، التفرشي. أراه ما طبل داك النظام، والقمة العربية راه دوز كيف ما دازوا جميع القمم العربية، لأن الدولة تحاول تفريق الوحدة الترابية للمملكة المغربية. ما عمرها ما غادا تكون جامعة للعرب، هي فقط جامعة للمصالح ديالها. فخليكم تسمعوا الاكبر طبال للنظام الكبرانات، خليكم مع الفيديو، نتمنى تفاعلوا معاه بشكل كبير. ما تنساوش تدعمونا بلايك، لاسي مازال ما مشتركنش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. القمه العربيه المقبله في الجزائر بفتح الباب لجمهورنا. من يتابعني ومن يود ان يشارك معنا الليله، عندك رساله، عندك طلب من الزعماء العرب، عندك توجيه، عندك انتقاد مسبق او دفع لهؤلاء الزعماء لرفع السقف، عندك ملف ترى أن يحظى، ضرورة أن يحظى في قمة الجزائر بالأولوية، عندك مصالحة تتمنى أن تحصل وتدعو الزعماء العرب أن يحققوها، قل ما تشاء، وجه رسالتك للزعيم أو الزعماء العرب الذين ترغب. إذا كان عندك رسالة أيضا لأبو الغيط تفضل، ليس من باب التشهير ولا من باب تكرار الكلام المكرور بأنه لا أمل في هذه القمة ولا أمل في الجامعة ولا أمل في أبو الغيط. يريت يا جماعة نكون جديين الليلة ونتخفف من هذا الإحباط والتشاؤم الذي يصاحبنا دائما. حاول يا أخي، يعني لا تقلل من المعروف، لا تقلل من كلمتك، هذا قد تغير من هذه القمة كثير. ما أدراك أن تكون قمة الجزائر تشكل ربما نقلة نوعية غير مسبوقة في هذا المستوى العربي الرسمي الهزيل على مدى ربما عقود الآن. لما لا تكون هذه القمة هي البداية، النقلة النوعية الحقيقية؟ أو إلقي بكلمتك في هذا هذه المياه الراكدة للجامعة لعلك تساهم في تحريكها. لا تقلل من دورك، وياريت الليلة نكون شوية جديين الحقيقة. قبل شهر من القمة العربية المنتظرة في الجزائر، قمة يعول الكثيرون أن تكون مختلفة ومتميزة من حيث الحضور والسقف والتوقعات، باعتبار أن البلد الذي يحتضن هذه القمة هي الجزائر، وما أدراك ما الجزائر، صاحبة المواقف الثابتة تجاه العديد من القضايا العربية والإسلامية، في مقدمتها بالطبع القضية الفلسطينية. الجزائر راغبة في أن تشكل هذه القمة بالتأكيد نقلة نوعية في التعاطي العربي الرسمي مع قضايا المنطقة، وتريد لهذه القمة طبعا باعتبارها حاضنة لها ومنظمة تريدها أن تكون ناجحة بكل المقاييس. لكن حتى يحين موعد هذه القمة ونرى جميعا مخرجاتها وبيانها الختامي، ما هي رسائلكم إلى الزعماء العرب فردا فردا؟ ماذا تريدين منهم أن يتناولوا أو يقرروا؟ ما هي القضايا التي يرى المواطن ضرورة أن تحظى بالاهتمام والأولوية في قمة الجزائر؟ ارسلوا برسائلكم وتوجيهاتكم إن شئتم أو ملاحظاتكم
من خلال هذا المنبر إلى كل زعيم عربي، أولهم طبعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. دعونا كما قلت منذ قليل نتحلى جميعا بالجدية، بعيدا عن القول المتكرر لا خير في أبو الغيط وجماعته والجامعة ميتة والزعماء فاشلين، دعونا رجاء الليلة نتخلى عن هذا المنطق المتشائم والعدم ربما، ونبعث موجات إيجابية وموجات ثقة لعلنا نساهم في تحريك مياه الجامعة الراكدة. القمة العربية، ما المطلوب من الزعماء العرب في قمة الجزائر؟ أقيموا على هؤلاء اللي أمامكم الحجة، احرجوهم من الآن وقبل شهر من الموعد حتى لا تتكرر بيانات التنديد بلا طعم ولا رائحة كما يقول كثيرون. ما هو الملح والمستعجل من القضايا برأيكم؟ لأنه أكيد المواطن يتابع في الملفات العربية على المستوى الرسمي على المستوى القومي، يعني من حقه ربما أن يشير إلى هذا الملف أو ذاك، أن يحظى بأولوية الزعماء في القمة العربية القريبة. خاطر الزعيم العربي باسمه إن شئت وقل له ما تريد قبل موعد القمة، القضايا، المصالحات، احتياجات ومطالب المواطن العربي، التعاون العربي المشترك، السوق العربية المشتركة، العملة العربية الموحدة، الوحدة المنشودة، السقف المطلوب في بيانات القمة العربية هذه القادمة. قل ما تشاء الليلة قبل شهر من القمة العربية في الجزائر. مرحبا طبعا بكل مشاركة من المحيط إلى الخليج، هذا الموضوع يعنيكم جميعا. نعود إليكم بعد قليل، ويريد كل مشاركة تكون موجزة، لكن أبدأ في البداية بضيف حلقتنا. انضم إلينا الأستاذ أمين بالعمري الكاتب والمحلل السياسي من الجزائر. سيد بالعمري مساء الخير، كيف تتوقعون في البداية مستوى الحضور؟ ولكل مشاهديك، ولن أعتقد أن مستوى الحضور وحسب يعني الأصداء التي يعني خرجت من تحضيرات في هذه القمة، أعتقد أن هناك 17 رئيس وملك أكد حضورهم الشخصي في هذه القمة، وبالتالي أتصور أن مستوى الحضور سوف يكون على مستوى القمة، وهذا شيء مهم وأساسي في هذه المواعيد الإقليمية الهامة جميع اجتماع جميع الدول العربية. إذن على الأقل 17 رئيس وملك أكدوا حضورهم من الآن. صحيح. نعم. طيب بالنسبة للملفات، وهذا المهم الحقيقة، الملفات عديدة كما تعلم يتصدرها كالعادة منذ عقود طويلة ملف القضية الفلسطينية. لو تذكرنا بالملفات العاجلة والملحة التي ستجد يعني اهتمام الزعماء العرب في قمة الجزائر. أعتقد أن الأهم في هذه القمة من وجهة نظري هو بعث العمل العربي المشترك الذي غيب مطولا، وبالتالي أتصور أن قمة الجزائر سوف تكون موعدا لإنعاش أو لإعادة إحياء العمل العربي المشترك والتنسيق العربي المشترك، وأعتقد أن هذا مهم جدا إن تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية التي سوف تكون على جدول أو على رأس جدول أعمال هذه القمة، أو بقضايا أخرى إقليمية ودولية، والجميع يعلم أن محيطنا العربي يعج بالأزمات وبالانقسامات، وبالتالي أتصور أن هذه القمة سوف تعالج هذه القضايا التي تهم الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج. فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، طبعا القضايا الأخرى سنتركها لحينها، ولكن القضية الفلسطينية في أي اتجاه سيدفع الجزائر بهذا الملف؟ في اتجاه الدعم المالي، في اتجاه المساندة، في اتجاه التحرير، في اتجاه ربما تراجع الدول التي طبعت عن تطبيعها، في أي اتجاه سيدفع الجزائر أو الزعماء العرب بهذا الملف؟ أعتقد وكما يعلم الجميع أن موقف الجزائر فيما يخص قضية فلسطينية موقف ثابت، والجزائر كعادتها سوف تدعو إلى إحياء المبادرة العربية لسنة 2002 والتي تنص على إقامة دولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس، وبالتالي أعتقد أن هذه المبادرة أو هذه القمة سوف تكون ربما فرصة لإحياء هذه المبادرة العربية من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني. هل تتوقعون، وهذا مهم أيضا سأترك ذلك طبعا للجمهور لاحقا لمن يود أن يوجه رسالة في هذه الاتجاه، هل تتوقعون أن الجزائر ستعمل بجدية خلال هذه القمة
والحال أن هي الحاضنة والمشرفة ستدفع بتصفية الأجواء العربية وما أحوج ربما الدول العربية إلى صفاء ونقاء الأجواء. الأجواء بين الجزائر والمغرب أنت أعلم بها منا، الأجواء بين المغرب وتونس أيضا مأزومة، أجواء عربية أخرى هنا وهناك. هل سيعمل الجزائر على تنقية هذه الأجواء العربية خلال القمة؟ صحيح، أعتقد عندما قلت في بداية مداخلتي أنه من الأهم أو من يعني أو يأتي على أولويات الجزائر في القمة هو بعث العمل العربي المشترك، وبالتالي لا يمكن أن يبعث هذا العمل العربي المشترك دون إصلاح ذات الدين ودون التنسيق بين الدول العربية وإصلاح ربما بعض المشاكل أو بعض المقاطعة بين الدول العربية. وبالتالي أتصور أن الجزائر وسوف تعمل في هذا الاتجاه من أجل إصلاح البيت العربي، من أجل الوصول إلى عمل عربي منسق ومشترك. طيب سيد بالعمري، الحقيقة طفح كيل الجمهور العربي ونخبة العرب، وحتى بإمكانك أن تضيف الإعلاميين العرب، ببيانات مكرورة تقريبا نسخ طبق الأصل في كل القمة العربية أو أغلبها حتى لا نبالغ، بيانات متقاربة متشابهة في الصياغة تعتمد على التسويف ولا شيء ينفذ. هل قمة الجزائر ستشكل نقلة في هذا المجال وسنجد بيان مختلف من حيث الصياغة، من حيث العناوين، من حيث الصدق والوضوح؟ هل لديك أمل في ذلك؟ طبعا لدي أمل بذلك. أعتقد أن بصمة الجزائر سوف تكون واضحة على جدول أعمال هذه القمة وعلى بيانها الختامي، ولكن من المهم كذلك أن يكون هناك تنسيق بين الدول العربية من أجل الوصول أو من أجل تحويل ربما الوعود إلى 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 تطبيق هذه الوعود على على أرض الواقع. وبالتالي أتصور أن الجزائر كانت في العديد من المرات قد دعت إلى ضرورة إصلاح الجامعة العربية، إصلاح هياكلها من أجل إعطائها فاعلية أكثر، لأنه الجميع يعلم أنه منذ سنة 1975 لم يطرأ أي تغيير على هياكل ومؤسسات الجامعة العربية. وبالتالي أتصور أنه من المهم أن يتم أو أن تدخل أو أن يتم إدخال إصلاحات على الجامعة العربية من أجل إعطائها الفاعلية الكافية لتنفيذ تطلعات الشعوب العربية. بالنسبة للدكتور المسألة يعني في مسألة القمة اللي تكون في الجزائر واللي يمكن يوجهها لنا بالنسبة لنا كمواطنين المغربيين المالك، هو أولا خصو يشتغل الفرصة ديال، حنا نتمناو تكون القمة ديال التصالح، يشتغل هذه الفرصة ديال حضور القادة العرب كلهم اللي يمكن يتدخلوا، كان مادام غادي يكونوا حاضرين فلا بد أنهم يكونوا يعني يتدخلوا بأي طريقة حتى يتأخذوا واحد اللقاء ما بين ملك المغرب ورئيس الجزائر. ما يكون إذا ما كانش حنا يعني نقولوا 90% ما غاديش يكون عضو شخصي، يكون على الأقل هاتفي، لأن القمة العربية أو أي قمة، ما معنى القمة؟ أن الناس يجتمعوا القادة أو مسؤولون أو أدباء أو أخي ليناقشوا واحد الفكرة. جميل. القمة العربية اللي ما يمكنش يعني يجمع المشاكل بحالها، هذا كيزيد من عدم ثقة الشعوب في القادة ديالها. وشكرا. شكرا لك عبد الرحمن، يا ريت الجميع يختصر لو تكرمتم حتى نستقبل أكبر عدد ممكن من المشاركات اليوم، كل واحد يحب يوصل صوته. الهاشمي من السعودية عن طريق الواتساب يقول: رسالتي للرئيس تبون، لتنجح القمة في الجزائر يجب عليك أن تبدأ بنفسك بالتصالح مع المغرب لتكون قدوة للقادة العرب في المصالحة، ولتطالب إيران بالخروج من الدول العربية التي تحتلها وعدم تهديد دول الخليج، لتثبت الدبلوماسية الجزائرية حرصها على العرب. رسالة واضحة. رسالة أخرى ولكن صاحبها لم يذكر اسمه للأسف. موسى نصر من الأردن: في القمم العربية السابقة كان وزراء الخارجية يكتبون البيان الختامي، وعند وصول الزعماء يشربون القهوة ويقرؤون البيان، وكل منهم يعود لبلده، قمم فارغة ليس لها طعم ولا رائحة. طيب لم ترسل رسالتك، قول نريد من هذه القمة أن تكون مختلفة، ارسل بالموجة الإيجابية، هذا ما نريده الليلة، وما أدراك أن كلمتك هذه قد تغير الكثير من واقعنا. طيب أبو القعقاع أيضا عاد إلينا. مساء الخير يا أستاذ صالح. مساء الخير، تفضل يا أستاذ صالح. راشد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد أميرنا المحبوب راشده وراشد الشعب القطري يصلح بين المغرب والجزائر، يصلح بين المغرب وتونس، لأنها أمير محبوب عند الدول العربية، وهو الزعيم العربي اللي يقدر في كل شيء ويعاتب الشعب القطري ليش ما صلحهم الأول صراحة يا أستاذ صالح، نحن نعول عليه. شكرا لك، أشكرك أبو القعقاع. نعم،
أنا معك، المصالحة بين الجزائر والمغرب إن تمت وآمل ذلك فعلا، والمصالحة بين المغرب وتونس ستشكل نقنة في المغرب العربي وفي المنطقة العربية بكاملها. يا جماعة الخير، والله لا أخفيكم سرا وسأقول هذا، والمفروض أنا لا أقوله يعني، أنا عندي أمل، ربما آخر أمل في القمم العربية هي قمة الجزائر. إذا لم تؤدي شيء، الله أعلم بعدين أنا أتابع القمة هذه ولا لا أتابعها إذا أمد الله في أعمارنا، قمة الجزائر قد تكون شويته آخر ما تبقى لدينا من أمل، ولهذا نحاول يعني نهز النفوس وندفع بهذه الهمم ما تبقى، لأنه هذه الأمة تكالبت عليها الأمم في كل مناحي حياتنا. دولة عربية لا تستطيع أن تحرك بيدق إلا بإذن من فرنسا أو أمريكا أو بريطانيا أو غيرها، هذه دول. نريد أن نستعيد السيادة، نريد أن نستعيد العمل العربي المشترك، نريد أن نفعل الدفاع العربي المشترك. طيب على الأقل يا سيدي قابلين بأراضي 67، افرضوا رأيكم، مش قابلين بأرض 67 وتاكلوا أيضا في الكف كما يقال بالعمية، مش قابلين بالسلام أنتم، يفرضوا على الطرف الآخر أضعف الإيمان، وإذا مش راضي غيروا، لأنه مش مفروض، أنت مش مطلوب منك عاطي أرضك وأيضا تتسول. إذا الطرف الآخر مجرم وهو كذلك مجرم فغير أنت من طريقتك، قل أنا خلاص طفح الكيل ودفنت هذا السلام، والآن سأعود للأصل وهو تحرير الأرض من النهر إلى البحر. فيهم الزعماء العرب يرفعوا السقف لأنه شعوبهم معاهم. سيبك من أمريكا، كما قال متصل منذ قليل، أمريكا لم تعد القطب الأوحد والعالم يتشكل من جديد. جهاد الحسن من لبنان يقول: صدقني يا أستاذ صالح، أنا دائما متفائل، لكن في موضوع الجامعة العربية متشائم جدا. يغير شوية أخي هالمرة على الأقل في قمة الجزائر. أقترح على الجزائر أن توفر ملايين الدنانير لتكلفة هذه القمة، لأنه سيكون مثل القمم السابقة، ويخشى أن يزداد التوتر بين الدول العربية في هذه القمة. أنا آمل، طبعا كلامك جهاد الحسن وصل، ولكن آمل أن الجزائر تكذب أي موجات سلبية، تكذبها وتثبت العكس، والجزائر قادرة بدبلوماسيتها وبحنكتها، وأنا عندي ثقة. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات، مش بخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.